إذن فيما يتعلق بأحوال العالم من حولنا وتحركات الأسواق والسلع معنا في هذه الأثناء لينا قنوع محللة الأسواق العالمية في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك لينا. وصعود كبير للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات وسط توقعات برفع الفائدة من قبل الاحتياط الفيدرالي الأمريكي عدة مرات هذا العام، حتى أن البعض يتوقع يعني أن ترتفع الفائدة 50 نقطة أساس الشهر المقبل، وتتزايد أيضا توقعات بأن تكون حتى 75 نقطة أساس إلى 125 نقطة على مدى شهرين. هل هذا الأمر في تقديركم منطقي، وما هي توقعاتكم للدولار الأمريكي؟ أهلا بك. بالفعل عم نشوف ارتفاعات لمؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية فوق 103 نقطة، وبالتالي هذه يعني الارتفاعات عم نشاهدها على مؤشر الدولار الأمريكي خلال الشهر تقريبا بنسبة أكثر من 5%، وذلك كما ذكرت بتوقعات بتجديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الشهر المقبل. وهناك توقعات يعني بحسب CME مجموعة CME بتوقعوا أنه رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس الشهر المقبل 96%، وأيضا متوقع رفع الفائدة بيونيو 75 نقطة أساس، المتوقع بأيضا أنه تصل نهاية العام هذا الرفع نتحدث عن 51 لواحد وخمسة وسبعين نقطة أساس تقريبا بنسبة 80% أن يكون رفع أسعار الفائدة. طبعا هناك توقعات إذا نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع ظهوره اليوم ب 1.10%، يعني مقابل كانت 6.19% في الربع الرابع من عام 2021، وأيضا ب 6.13% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، فبالتالي هناك تباطؤ اقتصادي. فأعتقد أنه يعني خلال القرن 21 لم نرى أي رفع لأسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس، يعني 50 نقطة أساس من المنطقي جدا أن يتم رفعها، لكن لا أعتقد من المنطقي أنه يتم رفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس في شهر يونيو، لأن هذا عم بيضعف النمو الاقتصادي، وخاصة بعد تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الاقتصاد العالمي. فبالتالي لا أتوقع أن يحدث ذلك، ولكن مع ذلك الدولار الأمريكي في اتجاه صاعد، متوقع أنه وصل لمستويات 105 ومن ثم مستويات المقاومة الأخرى هي 176، فالاتجاهات صاعدة إلا إذا كان هناك لم يكن هناك رفع لأسعار. سيتبين من مؤشر الكور بي سي اي الذي سيظهر يوم الجمعة، يعني إذا كان هناك انخفاض كما توقعات من 5.14% إلى 5.13%، يكون في تغيير من قبل الفيدرالي الأمريكي حول عملية الرفع ب 75 نقطة أساس، وهذا ربما يجعل يعني هناك لمؤشر الدولار الأمريكي بعض يعني بعض الاتجاهات الهابطة في التغيير، لكن عموما الاتجاه صاعد لمؤشر الدولار الأمريكي. نعم. لينا أيضا الين الياباني هبط إلى أدنى مستوى له منذ أبريل في 2002، التداول تقريبا عن 130 ين للدولار الواحد. ما هي توقعاتكم بالنسبة لحركة الين الياباني خلال الفترة المقبلة؟ طبعا الين الياباني يعني البنك المركزي الياباني أبقى على سياسة على أسعار الفائدة ب ماينس 0.1، وبالتالي يعني عفوا للمقاطعة، هل من تفسير لهذا الاختلاف بين توجهات الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان المركزي؟ نعم، يعني هناك اختلاف بين توجهات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وبين توجهات البنك المركزي الياباني المتوجه بسياسته التحفيزية التسهيلية بشراء السندات مستمر، لأن إذا نظرنا إلى التضخم وصل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأعلى أربعينات القرن الماضي، نتحدث عن 8.5% مؤشر أسعار المستهلكين، أما في اليابان نتحدث عن التضخم 21%، يعني التضخم غير مقلق في اليابان، فبالتالي سوف يستمر بهذه السياسة التحفيزية. وإذا نظرنا إلى فروقات عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وأيضا عوائد سندات
اليابانية الفجوة عم تسع تصب لصالح عوائد سندات الخزانة الأمريكية، نتحدث تقريبا عن الفارق 260، فبالتالي هذا عم بيخلي انه ضعف في الين الياباني، وشوف كيف الضعف، عم نحكي عن 7% خلال هذا الشهر بالتراجعات، يعني وصل الى ادنى مستوياته منذ 20 عاما، نتحدث عن وصوله الى 130 واحتمال ان يستمر هذا الضعف الى 133 طالما انه ثبات فوق ال 129، وهناك ايضا توقعات بتخفيض النمو الاقتصادي في اليابان الى 2. يعني يتوقع البنك الياباني المركزي او عم نخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الياباني، فكله لا يصب لصالح الين الياباني، واتوقع المزيد من الهبوط، وربما نصل الى دولار مقابل الين الياباني، نتحدث عن 133 دولار طالما الثبات فوق ال 129 دولار ين. نعم لينا، اسعار الذهب هبطت متاثره بصعود الدولار، صعود الدولار وتوقعات الفوائد الامريكي، لكن لماذا لا يتجاوب الذهب مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا، يعني والمخاوف جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي والازمه الروسيه الاوكرانيه؟ في مثل هذه الظروف من الطبيعي للذهب ان يرتفع. نعم، كما ذكرت الظروف إذا نظرنا إلى أزمة روسية وأوكرانية ستكون داعمة للذهب، لكن الذهب عم بتراجع 2.17% هذا الشهر، يعني ننزل من أعلى مستوياته التي وصلها إلى 2000 دولار، نتحدث عن مستويات تقريبا 1870 دولار للأونصة. التوقعات الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بتجديد السياسة النقدية بواقع 55 نقطة أساس، ارتفاع الدولار الأمريكي اللي بتربطه مع الذهب علاقة عكسية، أيضا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عم بيلعب دور أساسي في تراجعات أسعار الذهب. لا ننسى أنه نحن عم نتحدث أنه التضخم بشكل عام مرتفع بشكل كبير، لكن الذهب يتعامل مع الذهب مع التضخم المستقبلي وليس التضخم الحالي، وخاصة قياسا للخمس سنوات القادمة. فكل العوامل اللي عم نحكي عن الدولار الأمريكي، عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية، عن تجديد الفدرالي الأمريكي بواقع 50 نقطة أساس لا تصب لصالح الذهب، والذهب يعتبر أداة تحوط من ارتفاع التضخم، لكن في الوقت الحالي ما عم نشوفه أنه ما يعتبر الذهب الملاذ الأمن. فخلال الأزمة الروسية الأوكرانية وتصاعد التوترات السياسية الأوكرانية عم يتجهوا للملاذ الأمن كالدولار للنقد، وشفنا كيف في حالة الركود الاقتصادي حتى قبل الركود الاقتصادي وخلال مرحلة الركود الاقتصادي اللي شهدناها. نعم. أو يعني خلال الفترات الماضية أنه وقت مرر العالم بركود اقتصادي بنشوف أنه الذهب بينخفض، لأنه بيكون لجوء إلى الدولار كملاذ آمن بهذه الفترة. عموما الدولار في الذهب في اتجاه هابط، وأتوقع المزيد من الانخفاض لأسعار الذهب، لكن على المدى الطويل ما زالت نظرتنا المستقبلية أنه هناك في ارتفاعات، لكن إلى الآن لا اتوقع المزيد من الصعود، واتوقع المزيد من الهبوط، وخاصه نحن كسرنا انه مستويات 1900 دولار، وهي مستويات نفسيه مهمه، ونتحدث عن 1000 ايضا 850 راح تعتبر مستويات ايضا مهمه. نعم. يجب النظر اليها، وممكن نشوف مستويات اقل من ذلك لاسعار الذهب، بما انه في قوه للدولار الامريكي فهو اللاعب الاساسي في تراجعات اسعار الذهب. شكرا جزيلا لك لينا قنوع، وانت محلله الاسواق العالميه في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.